عشان ما نضطرش نعيد برنامج السنترال بعد ما غيرنا السي بي يو من تي دي اي لتي دي اي. احنا صورنا الفلاشة او الاس دي ميموري للسنترال التي دي اي وحطيناها هنا على الديسك توب، وقلنا نفتحها ونطلع منها الدي سي اس فايل ونعمل منه ناخد منه فايل ونشتغل بيه. لكن الحقيقة احنا هنعمل طريقة تانية، ان احنا هنفتح البي بي اكس يونيفايد، وطبعا هو ده اسهل، وهكتب انستولر كابيتال لتر. اوكي، وهختار بي بي اكس ريبليسمنت، وهختار ان انا هغير من تي دي اي 200 لتي دي اي 100 او 200، وانا هنقل باي فايل نكست. بيسألني على السورس فايل بتاع التي دي اي، طبعا هو موجود على البرايفت هنا على الدي سيس، فانا هفتحه هقول اوكي، واختار ان الفايل الجديد اللي المفروض هيتحط على السنترال التي دي اي او السي بي يو التي دي اي هسميه تي دي اي 200 واحطه على الديسكتوب. تمام، اوكي، فينيش. تمام، بيديني تحذير على نوعيه العدد ال NT 400 لو راكب عندي حاجة معينة أعملها. تمام، أنا مش محتاج خلاص ال PBX Unify التاني، أنا عندي ال DSS اللي هي المفروض تبقى موجودة على ال SD Memory بتاع السنترال ال TDE أو ال CPU الخاص بالسنترال ال TDE أو ال CPU الخاص بال TDE. فأنا ممكن أجيب الفلاش ميموري أحطها على الريدر عندي هنا وأنقل عليها ال TDE 200 مكان ال DSS اللي موجود عليها، واحط السي بي يو في الكابينه مكان السي بي يو اللي هو التي دي اي، واعمل ريستارت تشتغل اوتوماتيك على طول. او ان انا ارفع ده اعمل له ابلود على التي دي اي بعد ما اشغله. كلا الطريقتين شغال. اوكي، شكرا.